أكدت وزارة الأعمار والإسكان أن مشاريع فك الاختناقات المرورية ضمن الحزمة الأولى تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها. المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار قال إن نسب الإنجاز في المشاريع متفاوتة ما بين مشروع وآخر، مبينا أن بعض المشاريع حققت نسب إنجاز متقدمة ومن المرجح إتمامه بشكل كامل في الربع الأول من العام المقبل. بينما تؤكد وزارة الأعمار وصول نسب الإنجاز بمشاريع فك الاختناقات المرورية إلى مراحل متقدمة، تتصاعد المطالبات الشعبية برفع وتيرة العمل للتخلص من كابوس الزحامات. هنا يجري العمل بجسري ساحة عدن وصنعاء ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية. المكان يعج بالسيارات في بقعة تعد الأكثر ازدحاما في بغداد. وزارة الإعمار والإسكان أكدت إنجاز مراحل كبيرة من الأعمال المستهدفة لإنهاء هذا الجسر، حيث يعد مشروع تطوير ساحة عدن وصنعاء من أهم مشاريع الحزمة الأولى، كونه كان يعني سبب اختناق مروري جدا عالي. حلينا هذا الموضوع إن شاء الله بمجسرين. يتألف المشروع من ركائز 267 ركيزة، الحمد لله تم إنجاز 260 ركيزة منهم، تقريبا 98% من عدد الركائز إنجز. مواطنون دعوا إلى رفع وتيرة العمل بمشاريع فك الاختناقات المرورية ولا سيما جسري ساحة عدن وصنعاء لإنهاء الزخم الذي تشهده المنطقة طوال ساعات النهار. قبل هذا المشروع الجسر كانت الزحامات كلش قوية، فهسه بعد ما سووه نتأمل إن شاء الله أن يخف الزحامات وترتاح الناس، لان كلش كانت متضايقين والزحامات والناس تعبانه من هذا الشيء، فهسه ان شاء الله نتامل خير. زمان المفروض يتنفذ المشروع، مثلا احنا سكنت بغداد يعني المول 60، الزخم مال بغداد كانت نفوس بغداد اقل من مليون، هسه قد نفوس بغداد خير من الله. فهذا المشروع اختي كلش يخدمنا ومشكورين الجهه الامنيه او كدوله، من زمان المفروض تنفذ هيك مشاريع. ويربط جسر ساحة عدن الأول طريق شارع النواب وبغداد موصل بشارع الربيع ومطار المثنى، أما الجسر الثاني فسيكون أعلى من الأول ويربط حركة السير القادمة من طريق بغداد موصل باتجاه العطيفية. وتصل نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في ساحة عدن وصنعاء وسط العاصمة 40%، مما يبين الجدية في المضي لإتمامها سريعا. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد.